الولد التاني فين؟ حطوا انت لو حطيناه هنا كده ايه اللي هيحصل؟ ايه التغيير يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا كل سنة وأنتم طيبين، أحلى مليون مسا عليكم. طبعًا دلوقتي يا جماعة الحلقة دي هتكون حلقة غريبة جدًا وحلقة كده فيها حاجات كده ربنا يسترها بس. دلوقتي كل اللي هنعمله إحنا معانا ثلاث جراوي من ولاد إيفان، زي ما أنتم شايفين دي جراوي جيرمان، بسم الله ما شاء الله طبعًا مستوى ما شاء الله تمام. في ولدين وفي بنت. طب البنت دي هيكون مسواها ايه؟ يعني موضوعها ايه الفتره اللي جايه؟ البنت طبعا احنا مش هندخلها تدريب زي ما قلنا ان احنا هنخش مراحل تدريب وحاجات زي كده، فاحنا مش هندخل البنت تدريب، احنا هندخل الولدين. طبعا احنا سمينا البنت كوبرا، ولد منهم اسد وولد منهم اسمه فهد، يعني الثلاث اسماء شكلهم غريب كده. طبعا ادي يا جماعه كوبرا اهي تمام، وادي اللي وشه غامق فين اهو تمام، اسد وادي فهد، الاثنين طبعا كل حاجه فيهم معروف. الولدين احنا هندخلهم تدريبات عندنا في العنبر بتاع التدريب، والبنت هندخلها للفرخ او للمكان اللي هو فيه الكلاب اللي بتتجوز وبتخلف والحاجات دي كلها. هنشتغل على الولدين عشان نشوف مين فيهم نسبه ذكاء اكتر، والبنت هتخش في وسط الكلاب وتتعايش في وسط الكلاب علشان تكبر وتشتغل في الفرخ والحاجات دي تمام. طيب الكلام ده بنور انت هتعمله في الاعمار دي، الكلاب دي لسه صغيره. لا يا جماعه الكلاب مش لسه صغيره، احنا عايزين نخلي الكلاب تبدا ان هي تتعود على المكان المتعايشين فيه. في حلقه مهمه جايه باذن الله هنتكلم عنها، وهي اساس تدريب الكلب على المكان، يعني اللي هي الاساسيات بتاعه ان الكلب يقعد في المكان، لان على فكره كل تدريب ليه صيغه. لو انت بتدرب كلبك في شقه ليه صيغه، لو انت بتدرب كلبك على سطح ليه صيغه، لو انت بتدرب كلبك في مزرعه ليه صيغه، لو بتدرب كلبك في الشارع ليه صيغه، يعني كل حاجه لها نظام. فدلوقتي احنا عايزين نخلي الكلاب دي تتعايش في المزرعه هنا ويتعاملوا في المزرعه هنا تمام، وفي نفس الوقت يكون تدريبهم مناسب للمكان. فالولدين طبعا احنا هنشتغل عليهم تدريب، والبنت هتخش للفرخ. كنت الاول بنفكر نقول ان انا نخلي البنت والولدين للتدريبات ويتدربوا تدريبات كامله تمام، بس حابب ان انا نشتغل على الولدين ونسيب البنت للفرخ. طبعا هي مستواها جميل جدا ومستواها حلو، تعالوا نطلع البنت بره كده ونشوف الاول المستوى بتاعها تمام، عشان نشوف هل تستحق ان احنا نوقفها ولا لا. تعالي. طبعا هم شقيين جدا، والبنت بالاخص شقيه عن الولاد. ادي يا جماعه زي ما احنا شايفين اهي، طبعا بسم الله ما شاء الله مستواها كويس جدا اهي، هي عايزه تخش لهم جوه. تعال. طبعا ادي يا جماعه المستوى اهو. تعالوا بقى نخش دلوقتي نعمل اكبر خطه في الموضوع كله، وهي اساس الحلقه، ان احنا نخش نطلق البنت دي في وسط الكلاب الكبيره ونشوف رد فعلها ايه وهتعمل ايه مع الكلاب الكبيره. تعالوا كده نشوف هم هيقابلوها كمان ازاي. يلا بينا. طبعا احنا كده دخلنا العنبر اهو تمام، وطبعا كله مستني وكله قاعد في البوكسات وكله بصوا عايز يطلع. انتوا عارفين الكلاب دي مش عايزه تطلع عشان تضرب الكلبه ولا تموتها ولا الكلام ده كله، الكلاب دي عايزه تطلع عشان تشم الكلبه وتتعرف عليها زي ما احنا شايفين اهو تمام. اجي يا جماعه. طبعا انا لازم في المرحله دي نكون واقف ليه؟ علشان نشوف رد فعل الكلاب مع الكلبه ايه. بس يا بت، طبعا لازم نعمل عمليه ارتباك كده تمام اهو، هي هتبدا تلعب معاهم، دي حاله تعارف اهو تمام. وبعدين طبعا هي بتلعب وبتجري، و
ولا شغله، هنمشي معاها بالكاميرا نشوف دماغها ايه وبتعمل ايه. بصوا يا جماعه شايفين اهو سايحه الكلاب اللي قاعده، بصوا شايفين واخده راحتها في المكان خالص، واخده راحتها في المكان خالص، راحت عند البلاعه بتحط بوزها في البلاعه، اعمال غريبه خالص يعني. هتخش المواسير ولا ايه؟ طبعا احنا سمينا البنت دي كوبرا، تمام، الاسم عاجبني واسم ملفت كمان. داخله على طمع، رايحه عند بوكسه الاكل وواقفه. طبعا المرحله الجايه هنشوف الدكوره بقى، هنبدا نروح للدكوره. احنا النهارده ابتدينا بكوبرا، تمام، ابتدينا بكوبرا النهارده، وبعد كده باذن الله هنبدا نخش بقى على الدكوره، هنشوف هيعملوا ايه وهنشوف هنعمل معاهم ايه، وهنعرفكم نبدا من الصفر ازاي. تابعوني علشان تعرف ازاي تتعامل مع الجرو بتاعك بس بطريقه صحيحه، مش هنخش بقى في الهيبره والحاجات دي، لا، كل ده هنوريك هنلغيه ازاي وهنغير الجراوز دي ازاي. تعال. طبعا هي عماله تلعب، لا هي خلاص حطت ماسوره المجاري في دماغها. عايزه تخش البوكسه بتاعت الاكل. بوتشر حيان، بوتشر حيان عبط وتروح له، شايفين؟ عايز يا بوتشر؟ تعال تعال اهي، اوعى تعيب اهي، هتعمل ايه انت بقى؟ اخرك ايه يعني؟ طبعا بتشوف شكل شكل اي كلب عايز يروح لكلب تاني تحس ان هو هيموته، لا العمليه مش كده على فكره، الفكره ان هي تعارف، بيعمل معاه اسلوب تعارف. في كلاب شرسه كلاب ولو مسكت كلب بتموته، بس برضه بنرجع في الاخر نقول ايه، ان يعني وجودك انت وشخصيتك في المكان اهي. طبعا في ناس كانت قلقانه جدا اكيد في الفيديو ده، بس ايه، هنخش هنا كده بس يا بت، ونسيبها اهو، كله هيبدا يطلع. هي بتلعب معاهم، هي مش شاغله خالص يعني، مش واخده الموضوع، شايفين؟ بصوا بتلعب معاهم ازاي. هي بص بتمشي في وسط رجليهم كده وعماله تلعب معاهم اهو. طبعا اللي بتبصها دي على فكره خالتها، امها بحريه اهي. بصوا بحريه طالعه تبص لها ازاي، بصوا عرفتها. بصوا يا جماعه عايزه تروح وراها اهي. هي مالها ومال موضوع المواسير، انت شغاله في السباكه ولا ايه؟ طبعا واخده راحتها في المكان خالص، عماله تجري. بصوا شايفين؟ لا ده هي كده قالت الموضوع هنا احسن من اخواتي بكتير يعني. بصوا مع بوتشر اهي. وجودك في العنبر في الوقت ده او وجودك في وسط الكلاب ده بيكون شيء مهم جدا، لان متابعه، ان انت بتكون متابع الكلاب رد فعلهم ايه مع الكلبه، وغير كده وكده شخصيتك لازم تكون قويه علشان تقدر تحمي الكلبه دي في اول لحظات دخولها بس، لكن بعد كده خلاص هي بتبدا تتعايش معاهم، وكل اللي حصل قدامكم ده اسمه تعارف. في ناس بتبقى متخيله ان لما نيجي ندخل كلب بتاعي هنا، تمام، الكلاب كلها هتهجم عليه، هتموته، هتعضه، مش عارف ايه، لا، الكلاب بتخاف من شخصيتنا احنا ومن تعاملنا معاهم، ان هي الشخصيه القويه، كلب عارف ان ممنوع ان انت تهجم على كلب، ممكن الكلبين يتعاقبوا. طبعا بالطريقه دي بيبدا ان هو بيكون عامل لك 100 حساب و100 احتياط. طبعا شايفين امها جايه خلاص، هي شمتها وعرفتها اهي. طبعا الكلب بيعمل لك 100 حساب و100 احتياط، في الحاله دي بتكون انت الحبه اللي احنا واقفينه. بالليل بقى ايه اللي هيحصل؟ بالليل هنحبسها في بوكس تاني لوحدها، النهارده هنعمل تعارف لحد بالليل، لما نيجي ننام هنحبسها في بوكس، تمام، وده بالطريقه دي انت ممكن تعرف كذا كلب على كذا كلب عادي خالص، تمام. خليك معاهم مراقبه،
الوقت اللي انت قاعد فيه في المكان هنا لازم تكون واقف ومخلي عينك على كله. في الحالة دي بعد كده نبدأ ان انا نغير وناخد الكلب ده بالليل نطلعه، بكرة ندخله. في الظروف دي هيكون الكلاب اتعرفوا على الكلب الصغير ده، طبعا بعد كده خلاص خلص الموضوع وبقت واحد منهم. احلى مليون مسا عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وتابعونا بقى عشان نشوف هنعمل ايه مع اسد وفهد الدكرين التانيين.